إنه عام 49 قبل الميلاد، الحرب الأهلية محتدمة في الإمبراطورية الرومانية. روما كانت من القوة بحيث سيطرت على البحر المتوسط. صب العنف في جوار مصر، حيث تتربع ملكة في سن المراهقة على عرش هذه المملكة القديمة الغامضة. إنها الملكة التي أصبحت واحدة من رواد السلطة في التاريخ القديم. إذن كيف استطاعت هذه الملكة الشهيرة أن تتحدى الموت في عصر تهيمن فيه الذكورية الوحشية؟ سوف ندخل المملكة الخاصة لآخر فراعنة مصر، ونفتح ملف كليوباترا من ملفات محيرة. على مدى 2000 سنة كانت أسطورة حياة كليوباترا العاطفية ملهمة لعدد لا يحصى من اللوحات والمسرحيات والأفلام. لكن العلماء اليوم يبحثون في حقيقة هذه الملكة، محاولين أن يكتشفوا كيف استطاعت أن تفتن يوليوس قيصر أولا ثم مارك أنتوني ثانيا، وهما من قادة روما الأكثر نفوذا. ولدت كليوباترا عام 69 قبل الميلاد، وهي الابنة البكر لسلالة طويلة من فراعنة مصر النافذين. كانت هناك 6 ملكات دعين كليوباترا في السلالة قبلها، سلالة سميت باسم مؤسسها بطليموس الأول. يجري الكاتب مايتراو أبحاثا عن هذه الفترة. كان بطليموس يوناني الأصل، وقد استقر في مصر بعد موت الإسكندر. الإسكندر الكبير هو أمير الحرب المقدوني الذي غزا مصر عام 332 قبل الميلاد. بعد موته خلفه بطليموس أحد أكبر جنرالاته وتولى الحكم من بعده. وبذلك بدأت سلالة البطالمة التي دامت لمدة 300 سنة. عندما كانت كليوباترا في 18 من عمرها فقط توفي والدها. تربعت على العرش وأصبحت الملكة كليوباترا السابعة، وتولت الحكم إلى جانب أخيها بطليموس 13 الذي يكبرها بعشرة أعوام. زواجهما كأخ وأخت كان عرفيا أنذاك. الدكتور كريستوفر سنايدر أجرى أبحاثا في سلالات مصر القديمة وسلالات روما. جرى ترتيب زواج كليوباترا بأخيها بطليموس، وذلك بحسب التقليد المصري في الحفاظ على الدم الإلهي داخل العائلة المالكة. تشرح الدكتور ديبي تشاليس كيف أن حياة فرد ملكي بطليمي هي حياة محفوفة بالمخاطر. كان هناك اقتتال داخل سلالة بطليموس في السنوات 50 الأخيرة، هذا إذا لم يكن قبل ذلك أيضا. الخيانة والقتل كانا خطرا مستمرا داخل البلاط، وكان والد كليوباترا أحد الحكام القليلين الذين لم يقتلوا. أما الآن فالملكة الشابة تواجه خطرا محدقا من الخارج. عبر البحر الأبيض المتوسط نحو الشمال كانت تمتد أكبر القوات التوسعية العظمى، روما. هيمنت على منطقة البحر الأبيض المتوسط منذ 2000 سنة، وكان الرومان انتهازيين وعدوانيين ومغامرين، فقد بسطوا حضارتهم نحو الغرب كما نحو الشرق قدر ما استطاعوا، بما في ذلك مصر. في زمن وصول كليوباترا إلى العرش كانت الإمبراطورية الرومانية تمتد من شمال المحيط الأطلسي إلى الشرق الأوسط، وفي قلبها روما. في تلك المدينة العظيمة تلقي البروفيسورة فاليري هيجنز محاضرات عن التاريخ القديم. لدينا هنا فجوة صغيرة، لم يغزو الرومان مصر بالكامل، لقد غزوا بعض المناطق الخارجية من الأراضي المصرية لا مصر نفسها، لكن جرى على نحو تدريجي إدخال مصر في مجال النفوذ الروماني. سيطرة روما على مصر كانت مادية، فأسلاف كليوباترا كانوا قد اقترضوا مبالغ كبيرة لتمويل صراعاتهم الداخلية على السلطة. إذا كنت تحاول البقاء في السلطة شأن بطليموس 12 والد كليوباترا واقتراض المال لتمويل بعض القوات العسكرية أو الاستعانة بالقوات الرومانية، فعليك إذن أخذ قرض ضخم من روما. لحسن الحظ فإن مصر هي عميل جدير بالائتمان.
مصر تملك الحبوب، فحكام روما استطاعوا أن يبقوا شعبهم سعيدا وراضيا عبر وسيلة واحدة هي الطعام. الخصوبة في مصر جعلت منها أرضا مرغوبا فيها، كما أبقتها بأمان أيضا. إن أردت أن تجعل من مصر مقاطعة كاملة، كان لابد لك أن تعطيها حاكماً، حاكماً رومانياً يستطيع أن يتحدى القيادة الرومانية مع كل الثروة التي تملكها مصر. إذا استطعت أن تبقي الحاكم الأصلي على عرشه ملكاً عميلاً، تكون بذلك قد حصلت على الأفضل. في مصر كان بطليموس الثالث عشر أحد أولئك الملوك، شقيق كليوباترا وهي كانت ملكته. كانت روما تحصل على المال وكان هناك سلام هش، لكنه عرضة للانهيار في أي وقت. كانت الآراء تتأرجح فيما إذا كان ينبغي لروما أن تستولي على مصر أم لا. بعد ثلاث سنوات فقط على حكم كليوباترا، أدى الصراع على الملك في مصر إلى إعطاء الدكتاتور الروماني يوليوس قيصر العذر الذي كان يحتاج إليه. كان لبطليموس الثالث عشر مستشارون حرضوا نوعا ما على التمرد أو الخلاف بينه وبين كليوباترا، مما أدى إلى طردها. نجت كليوباترا بحياتها، لكنها فرت إلى المنفى، فقاد قيصر قواته باتجاه مصر بحجة التوسط بين الملكة وشقيقها. أمل الملكة المخلوعة الوحيد كان إقناع قيصر بأن يكون إلى جانبها، لكنها لم تكن تملك ما تعرضه على قيصر وما لا يمكنه رفضه باستثناء نفسها. بات براون درست حياة وموت كليوباترا. تقول الرواية إنها لكي تلتقي يوليوس قيصر وضعت في سجادة ولفت بها ونقلت إلى داخل القصر، ثم بسطت السجادة أمام يوليوس قيصر وخرجت منها كليوباترا. يقول المؤرخ الروماني بلوتارك إن قيصر عشق ذكاء وطرافة كليوباترا وفتن بها. بقي قيصر في الإسكندرية واضطر إلى خوض حرب أهلية بين كليوباترا وشقيقها، حتى إنه عرض نفسه لخطر كبير، فاستغرب العديد من أصدقائه تورطه في هذا النوع من النزاعات المحلية. أصبح تورط قيصر كليا، ورطت قواته الجيش المصري، ومات بطليموس الثالث عشر عدو كليوباترا وشقيقها. لكن بدلا من الاستيلاء على مصر، أعادها قيصر إلى كليوباترا وثبتها ملكة بجانب أخيها الآخر بطليموس الرابع عشر. فاحتفظت كليوباترا ببلادها وتربعت على العرش مجددا. كيف تمكنت من أن تسحر أمة بكاملها عبر دكتاتور كلي القدرة؟ إنه الأمر الذي حير المؤرخين. لكن حتى لو أنها كانت أجمل امرأة وجدت على الإطلاق، هذا صعب الفهم فعلا، فهو لا يمكن أن يكون بسبب وجه جميل فقط، لابد من وجود ما هو أكثر من الانجذاب الجسدي. يركز العلماء الآن على ما هو أبعد من الشكل الخارجي لكليوباترا ويبحثون في مفاتنها الأخرى. أعتقد أن ما يغفل عنه أحيانا هو كم كانت كليوباترا مثقفة. كانت كليوباترا تتكلم اليونانية والمصرية، لكنها أتقنت أيضا لغات أخرى كالأرامية والسريانية. كانت شابة متعلمة جدا، وقد خدمها هذا على نحو جيد كملكة على مصر. كانت عالمة وفيلسوفة قادرة على مناقشة خيرة العقول اليونانيين، وكانت من دون أي شك المرأة الأغنى في العالم القديم، وأمثال قيصر يحبون ذلك. أنقذت سمات كليوباترا إلى حد ما استقلالها السيادي الذي حققته بإغراء يوليوس قيصر الدكتاتور، وبالتالي الرجل الأقوى في العالم الروماني. لكن نجاح قيصر الباهر كان سبب سقوطه. الجمهورية الرومانية معادية تماما للملكية، وحكم قيصر يشبه حكم الملك على نحو مثير للريبة. لذا قرر الرومان إطاحة هذا الطاغية. واغتيل قيصر في الخامس عشر من مارس عام 44 قبل الميلاد.